بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم مجددا ونحن نودع مرحلة ونستهل أخرى. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن جلسة في غاية الأهمية، بالعكس هي ثمرة الجهد اللي بذلناه طيلة الفصل الدراسي وثمرة الجهد في إعدادنا للخطة التشغيلية والتسويقية والمالية وإعدادنا لنموذج العمل التجاري وكذلك الملخص التنفيذي، وتعرفنا على العوامل المرتبطة والبيئة المرتبطة بمشروعنا الريادي، سواء كانت بيئة خارجية، بيئة عامة، بيئة خاصة، والبيئة التكنولوجية كذلك. كيف سنعرض هذا المشروع؟ هذا هو عنوان محاضرتنا لهذا اليوم، مهارات عرض المشروع الريادي. ولعلكم تتفقون معايا بأن مهارات العرض لها علاقة في قبول المشروع واعتماده من قبل المؤسسات الداعمة، لها علاقة في إقناع المستثمرين بالاشتراك معنا أو بالمساهمة معنا في إنجاح هذا المشروع. الداعمين يجب أن يكون هناك مهارات عرض خاصة للفكرة اللي راح تتحول على أرض الواقع. عشان هيك بنركز على اكتساب مهارات عرض المشروع الريادي من خلال الهدف العام، وهو إنه نكتسب مهارات العرض اللازمة لأن أكون قادر على عرض مشروعي الريادي أمام الجهات الداعمة والممولة للمشروع الريادي، وهذا لا يكون إلا من خلال تحقيق لأهداف إجرائية. أولاً، تحديد الغرض من مهارات عرض المشاريع، التعرف على المهارات التي يجب أن تتوافر في مقدم المشروع، استخلاص مواصفات ومراحل العرض الفعال. الكلمات المفتاحية دائماً نركز عليها لأنها مطلوبة في الاختبار النهائي. إيش معنى المرسل، المستقبل، لغة الجسد، البادي لانجوج، هذه مهمة كثير من مهارات عرض المشروع الريادي. هذه الكلمات المفتاحية إما أن تأتيكم بالمصطلح الإنجليزي وتعرفها بالعربية، أو أن تذكر باللغة العربية وتكون تعريفها بالإنجليزي. الآن نأتي إلى أمر في غاية الأهمية، وهو تحليل المهمة لمحاضرتنا اليوم. المهمة النهائية اللي احنا بنركز عليها انه انت تكسر حاجز الخوف لمواجهة الجمهور ببدء العرض التقديمي. يجب انه ما يكون عندك ثقة بالنفس وانت تعرض مشروعك، وعشان هيك لازم نعرف مهارة العرض والغرض منها ومفهومها، استنتاج المهارات اللازمة في العرض التقديمي، مواصفات العرض الفعال للمشروع الريادي، وإيش هي ما هي مراحل العرض الفعال. هذه الخطوات الأربعة تجعلنا يعني نصل إلى كسر حاجز الخوف عند مواجهتنا الجمهور في عرضنا لفكرة المشروع الريادي اللي بنحاول نلاقي له دعم حتى يطبق على أرض الواقع. نفكر معا في سؤال اللي هو: هل من المستحسن انك انت تعرض مشروعك مثلا نقلا عن شرائح باوربوينت، ام يكون عندك اطلاع للفكرة وتستطيع مشافهة انك انت تنقل هذه الفكرة للجمهور؟ انا لا ارى انه دائما النقل عن الشريحة هي اساس دعم المشروع او اقناعهم بالفكرة. لازم ان تتمخض الفكرة لديك وتحاول بالنظر أن تنظر لهم فيس تو فيس حتى إنك تستطيع تعرض مشروعك. وأكيد يعني هناك علاقة وثيقة ما بين عرضك للمشروع بهذه الطريقة وما بين موافقة الجهات الداعمة للمشروع الريادي على تمويل وتبني فكرة مشروعك الريادي وتحويله إلى مشروع صغير أو متوسط. إذا فكر معايا، هل هناك علاقة ما بين عرض المشروع وتمويله من قبل مؤسسات داعمة؟ سيكون الجواب بلا شك نعم. ما المحاور التي سندرسها اليوم؟ مفهوم مهارة العرض، المهارات اللازمة لمقدم العرض، مواصفات العرض الفعال، مراحل العرض الفعال، ما كانت قبل العرض،
أو مرحلة أثناء العرض أو مرحلة ما بعد العرض. نأتي في مفهوم مهارة العرض والعرض والغرض منه. المفهوم هو على النحو الآتي: نشاط لنقل المعلومات أو الآراء أو الأفكار أو المقترحات أو الأعمال من المرسل إلى المستقبل، يتم من خلاله تحقيق الهدف أو الأهداف المنشودة لها. وأكيد نتفق الهدف من العرض التقديمي هو إقناع الممولين لدعم المشروع. الآن، ما هي المهارات اللازمة وما هو الغرض من مهارة العرض؟ أولاً تسويق المشروع، التعلم والتثقيف، نقل الأفكار والمعلومات، التدريب وتنمية المهارات، وأخيرا توجيه وإرشاد المجتمع نحو هذه الفكرة وتكون دعاية لهذا المشروع. ما هي المهارات اللازمة لمقدم العرض؟ هناك الإلمام بالموضوع الذي سوف يتم عرضه، وهذا ما ذكرته سابقا. أنا لست من أنصار أن تقرأ قراءة نظرية على الشرائح في العرض التقديمي، لازم يكون عندك إلمام بالموضوع اللي راح سوف تعرضه أمام الجهة المانحة. الثقة بالنفس هذه مهارة لازمة. المظهر الشخصي الجنرال أبيرنس مهم جدا في عرض أو قبول المشروع، وهذا ينعكس من هو صاحب هذه الفكرة. النشاط والحيوية، تكون أكتيف في العرض. ثم معرفة استخدام التكنولوجيا، تجهزها وتتقنها ثم تتمكن من استخدامها حتى لا تشغلك أو لا يكون هناك نقد أنك أنت ما استطعت تستخدم تكنولوجيا، فكيف تستطيع أن تسوق لأبليكيشن مثلا أو لخدمة أو لمنتج في داخلها تسويق إلكتروني مثلا. نبرات الصوت ومتى يجب استخدامها، تعدد نبرات الصوت، الريتم حق الصوت يكون مناسب للعبارات والوقفات، ولغة الجسد اللي ذكرناها البادي لانجويج من إيماءات وإشارات. طب هل هناك مواصفات للعرض الفعال؟ نعم، أن يثير انتباه الحضور ويلائم اهتمامهم. ثانيا، أن يكون منظما ومتناسقا. ثالثا، أن يكون معتمدا على الحقائق والإثباتات. الحقائق والإثباتات معا، لا نقول معتمد على الحقائق دون الإثباتات أو الإثباتات دون الحقائق، يجب أن يكون هناك حقائق وإثبات لهذه الحقيقة. أن يقدم في جو يتسم بالهدوء. وأخيرا، من الأفضل أن يجيب المقدم أو أنت تجيب كمقدم للفكرة على تساؤلات الجمهور وتوقعاتهم. هل من مراحل للعرض الفعال؟ بلا شك هناك مراحل ثلاثة وهي على النحو الآتي: مرحلة ما قبل العرض، وفي هذه المرحلة متى سيتم تقديم العرض، تحدد اليوم والتاريخ والساعة، ما المدة الزمنية المتوقعة، الحد الأقصى والحد الأدنى للعرض يجب أن تحددها، من هم الجمهور والفئة المستهدفة اللي راح يشاهدوا العرض الفعال ويستمعوا لعرضك، اسمه الجمهور المستهدف، ما الإمكانات المتوافرة لديك، ما هي الأدوات وما هي وسائل العرض اللازمة للعرض التقديمي، المكان الذي سوف يتم فيه العرض، هل سيكون مثلا في مكتب أم في قاعة أم في صالة أم في مدرج. كذلك أشياء لها علاقة بمرحلة ما قبل العرض: تحديد الموضوع الذي سوف يتم عرضه، كتابة الموضوع وتصميمه، التدريب المسبق على العرض، تجربة العرض قبل الإلقاء مباشرة، الحضور قبل وقت كافي من تقديم العرض. هذه الأشياء، هذه الأمور والمهام اللي لازما تعملها قبل مرحلة قبل العرض. نأتي إلى مرحلة أثناء العرض وهي في غاية الأهمية. يجب أن ترحب بالحضور. لا تظن أن الترحيب بالحضور ما قبل العرض، الترحيب بالحضور يكون في أثناء العرض. تقدم افتتاحية مثيرة وشيقة، كلما كانت الافتتاحية مثيرة وشيقة كلما استمع إليك الجمهور وكانت قناعتهم بفكرتك ومشروعك أقوى. الانتباه إلى الوقت المحدد للعرض،
لا تحدد نصف ساعة وتعطي 5 دقائق، أو تحدد نصف ساعة وتعطي ساعة، التزم بالوقت المحدد للعرض، التحدث بوضوح أثناء العرض وبصوت مسموع، استخدام جمل بسيطة لتوصيل الفكرة أو الهدف، ابتعد عن تعقيدات الكلمات والعبارات. وكذلك من المهم أثناء مرحلة العرض استخدام لغة الجسد، الاتصال البصري الفعال مع الجمهور، تقديم الحقائق والأرقام على شكل إحصائي قدر المستطاع، الناس تحب الأرقام وتحب معرفة النتائج بالأرقام دون التطرق إلى الأسلوب النظري، عدم الوقوف في مكان واحد، نوع من وقفتك أمام الجمهور. أما ما يتعلق بمرحلة بعد العرض اللي هي بنسميها نهاية العرض، لا بد من الرد على استفسارات الجمهور وأسئلتهم، هذا الأمر لا علاقة له أثناء العرض، إنما يكون المرحلة اللي بتتعلق ما بعد العرض. يجب الاستماع الجيد للسؤال أو الاستفسار، اجعل من يسأل السؤال يكمل سؤاله بالكامل، ثم ابدأ بالجواب عليه بالكامل. محاولة الإجابة بدقة، كن واضحا، لا تكن مندفعا، لأنه ليس هناك منتصر أو منهزم. عدم إحراج السائل، أن تكون هناك خاتمة جيدة، ثم تقديم الشكر للحاضرين. أبنائي الطلبة، أود تكليفكم بهذا النشاط. من خلال دراستك للطرق العرض الفعالة اللي درسناها في هذه المحاضرة، قم بعرض تقديمي للمشروع الريادي الذي سوف تعمل عليه الآن، أو الذي تعمل عليه الآن. يعني المطلوب منك حتى تحصل على درجة 8 درجات في المشروع الريادي الذي تعمل عليه، أو الدرجة المستحقة للمشروع من ضمن درجات المشروع، لابد من أن تقوم بعرض المشروع وتسجيله، ثم رفعه عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق البلاك بورد. كما أنا قمت معكم في هذه المحاضرة، قمت بعرض المحاضرة اللي هي المحاضرة المتعلقة بعرض المشروع التجاري، المحاضرة رقم 11، وقمت بتحميلها وإنزالها لكم وأنتم الآن تستمعون. فالآن أنت ومجموعتك قم بعرض لفكرة المشروع، وأنا أنصحكم أن تقسموا العرض بعناصر المحتوى. عندكم الملخص التنفيذي، وعندكم الخطة التسويقية، وعندكم الخطة التشغيلية، وعندكم الخطة المالية، وعندكم نموذج العمل التجاري. 5 محاور. فإن كان عددكم 5 في المجموعة، كل طالب يأخذ محور ويتحدث عنه، ولا بد أن يكون هناك ارتباط ما بين الفريق الواحد. يعني مثلا سأعطي الميكروفون لزميلي، تذكر اسمه، حتى يعطيكم نبذة عن كذا. أشكر زميلي كونه تطرق إلى الخطة المالية. أنا فلان سأتحدث لكم عن نموذج العمل التجاري. إن كنتم أكثر من 5 6 مثلا، ممكن طالبين يتحدثوا عن الخطة التسويقية لأنها طويلة. ممكن إذا كنت 7 طالبين يتحدث عن الخطة التسويقية، طالبين يتحدث عن الخطة التشغيلية، وطالب طالب 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 يتحدث عن الملخص التنفيذي، عن الخطة المالية كونها قصيرة، وعن نموذج العمل التجاري. أنا ما أريده حقيقة في هذا النشاط، وعليه درجات تحسب ضمن درجات المشروع، يعني في كل فصل تتعدل هذه الدرجات، قد تكون 8، قد تكون 6، قد تكون 10، لكن أنت احرص على أن تأخذ الدرجة الكلية في عرضك للمشروع الريادي، وسيكون العرض من خلال تسجيلك لحلقة عرض ترفعها عن طريق البلاك بورد، وتكون هناك لجنة للنظر في هذا العرض، ويكون تقييمها وتحسب ضمن درجات المشروع. في نهاية هذا المطاف، لا يسعني إلا أني أتوجه بالشكر لجميع الأبناء والبنات الطالبات والطلاب على حسن استماعهم وعلى مشاركتهم في رفع الأنشطة أولا بأول، ومع جلسة لاحقة لننهي الوحدة الثالثة، وبذلك ننهي مقرر ريادة الأعمال في هذا الفصل. ابقوا معنا في المحاضرة الأخيرة، برامج دعم المشاريع الريادية من قبل القطاع العام والخاص سنخصص لها إن شاء الله محاضرة، وهي بلا شك محاضرة مهمة جدا، لأنها تربط ما بين إنجازك في المشروع، كتابتك للجدوى الاقتصادية،
تطرقك لنموذج العمل التجاري، تعلمنا ما هي المؤثرات والعوامل البيئية الخارجية سواء كانت عامة أو خاصة، تطرقنا إلى البيئة التكنولوجية، وفي هذه المحاضرة عززنا قيمة مهارة العرض التقديمي اللي راح تقنع البرامج الداعمة. وسؤالكم لي، ما هي البرامج الداعمة اللي ممكن تتبنى نجاح هذا المشروع؟ سنأخذها إن شاء الله في محاضرة لاحقة. وإلى اللقاء، وبارك الله فيكم جميعا.